المفروض بعد ما صممنا القمرات ايه؟ نصمم الاعمده. طيب اول حاجه هندسه هتروح ترقم لي الاعمده كده بالشكل ده، ترقم الاعمده من اول سي 1 سي 2 سي 3 لغايه سي ايه 16 بتاع، تمام. وبعدين يا هندسه المفروض ان انا بيبقى عندي الكاميرا بالشكل ده متشاله على ايه؟ متشاله على عمود، تمام. وعندي مثلا كاميرا من هنا، الكاميرا دي بتنزل لي رياكشن والكاميرا دي بتنزل لي رياكشن، المفروض اجمعهم على بعض ويكون هو ده الايه الار اللي انا هصمم عليها ايه، اللي انا هصمم عليها ايه العمود، خلاص كده. طيب الرياكشنات بتاع الكاميرات دي اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن الشير. مش لو احنا عندنا الشير فورس كده، الشير فورس مش الشير ده هو الرياكشن، واحنا معانا الشير اللي جاي من الكاميرات، يبقى خلاص يبقى احنا كده جبنا ايه؟ جبنا الرياكشن. فلما تيجي تبص كده على الكاميرات ادي الشير، معنى كده يا هندسه ان ده الرياكشن اللي هينزل على العمود ده من ايه؟ من الكاميرا الافقيه دي. طب الكاميرا الرأسيه ده عندي كمان رياكشن جاي 29 وايه و84، يبقى المفروض اجمعهم على بعض، اجمعهم على بعض يا هندسه يبقى ده ار 1 زائد ار 2، يبقى ده الرياكشن اللي جاي على ايه؟ اللي جاي على الايه؟ العمود، تمام؟ تمام. طب هنا هيكون ده رياكشن اهوت وده رياكشن، الرياكشن ده جاي من الكاميرا ديت والرياكشن ده جاي من الكاميرا ديت، ده الكاميرا الافقيه. طب الكاميرا الرأسيه برضو جاي عليها رياكشن اللي هو ده، نجمعهم على بعض ثلاث رياكشنات دولت يبقى ده الرياكشن اللي جاي على العمود، وهكذا. حلو الكلام؟ تمام. يبقى اهوت يا هندسه تيجي كده بقى تقول له والله سي 1 ديت عليه ايه؟ عليه رياكشن اللي هو 29 84 زائد 29 84 من الكاميرا الرأسيه يدينا ايه؟ 29 68، تمام؟ وادي كاف 2 زي ما قلنا عليها ثلاث رياكشنات، وهكذا. وهكذا، طبعا في حاجات هتبقى متكرره يعني لان في المنشأ سيمتري. تمام؟ اللي يهمنا بقى ايه؟ الاعمده دي. الاعمده دي. ليه يا هندسه؟ مبدئيا كده العمود ده والعمود ده جاي منهم رياكشن زياده من منسوب نص الدور، فتلاقي كده يا هندسه العمود ده جاي عليه ايه؟ العمود ده جاي عليه رياكشن هنا 37 24 وهنا 6 64 و8، وفي نفس الوقت من الرأسي برضو جاي عليه الرياكشنين دولت زائد الرياكشن اللي جاي من كاميرا منسوب نص الدور، تمام؟ اللي هو كام يا هندسه؟ اللي هو ايه؟ ادي الرياكشن اهوت اللي هو الشير اللي هو 76. الاعمده دي اسمها ايه؟ اسمها عمود 6 و7. فتيجي تبص على عمود 6 و7 ادي ده اربع رياكشنات اللي قلنا عليهم زائد 76 اللي جاي من ايه؟ من قمره منصوب نص الدور، وهنا كذلك. خلاص؟ يبقى يساوي ايه؟ 280 وده يساوي 280. تمام؟ طيب العمودين التانيين دول هيبقوا ايه؟ خلاص احنا كنا ضفنا اللود على القمر عادي مفيش مشكله، فهناخده من القمر سي 10 وسي 11. تمام؟ سي 10 وسي 11 هيكون الاربع رياكشنات اللي عليها عادي، وخلي بالك هيكون تقريبا قريب جدا من الرياكشن ده. تمام؟ 6 و7. تمام؟ وهكذا بقى تحط بقى تجمع وايه؟ وتجيب الرياكشنات اللي على الاعمده كلها. طب وبعدين يا هندسه؟ هاخد كل رياكشن من دولت اروح اصمم بقى اروح اصممه واجيب التسليح وكده؟ لا طبعا. زي ما عملنا في الكاميرات احنا هنمزج الاعمده، بمعنى لو عندي مثلا لود 50 طن ولود 52 طن ولود 100 طن ولود 105 طن ولود مثلا 120 طن ولود 125 طن، هل اروح اصمم؟ طبعا كل ده مختلفين، طبعا ده 52 مختلفين، هل اروح اصمم عليهم كلهم؟ لا، احنا حاجه اسمها نمزجه، يعني اللود دولت الاثنين قريبين من بعض هناخدهم ونصمم مثلا على الكبير اللي فيهم ويبقى دولت اسمهم سي 1، دولت برضو قريبين من بعض يبقى اسمهم سي 2، وده كذلك دولت قريبين من بعض سي 3، تمام؟ ويبقى نعمل جدول في الاخر كده سي 1 والله القطاع ده طلع معانا بكذا وتسليحه بكذا، تمام؟ فخلينا نقرب. طبعا المنشا عندي سيمتريك فغالبا في ارقام كتير هتطلع هي هياها، ولكن في منشا تاني هتطلع ارقام مختلفه ولكن هنقربها لبعض. يعني مثلا سي 1 ده 59 68 هنديله جروب واحد، ده جروب واحد، كل اللي شبهه ياخد جروب واحد، ده جروب واحد اهو، وده جروب واحد وده جروب واحد، تمام. بعد كده جروب اثنين، تشوف الحمل اللي بعد كده اكبر حمل بعد كده كام؟ 128 واثنين، تمام. يبقى ياخد جروب اثنين وده جروب اثنين وده جروب اثنين،
2. طب ده هندسة سي 9 119 فين سي 9 اهو 119 83، يعني هو قريب شوية من ايه، من 168، فهندي له جروب 2 تمام. وده كذلك 119 8 هندي له برضه جروب 2، وده جروب 2 وده جروب 2. طيب بالنسبة لجروب 3 هتشوف اكبر لوب بعد كده، انت عندك هنا 280 وعندك 200 ايه 95، خلاص يبقى ال 280 ده وده يبقى جروب 3 تمام. والسي 10 والسي 11 برضو احماله قريبه من الايه، من ال 280، ياخدوا برضو جروب 3 تمام. تمام يبقى انا كده عندي 3 جروبات المفروض بقى يا هندسه اروح ايه، اروح اصممها. هنروح لجروب ايه الاول، الرياكشن بتاعه اكبر رياكشن في المجموعه بتاعت الجروب ايه كام، 59 68 هم شبه بعض تمام. تمام يبقى ده الرياكشن، ولكن ده الرياكشن اللي جاي ايه من الكاميرات. هو المفروض يا هندسه انا بصمم العمود بصممه ازاي، بنقول بي التيميت يساوي بوينت 44 اف سي داش في الاريا كونكريت زائد 52 من 1000 من 100 اف يل في الاريا ستيل، طبعا بنضرب 85 من 100 في ايه 8 من 10، يعني خلصت الموضوع. طبعا شرحنا الكلام ده في الاعمده، هو ايه اللي هو المعادله ديت للتايت كور تمام. طب البي التيميت دي عباره عن ايه، اولا الرياكشن اللي جاي من الكاميرات تمام، في ايه الرياكشن ده لو هو وركينج يبقى المفروض ايه، تجيب الرياكشن ديد وتضربه في 1.2، والرياكشن لايف وتضربه في 1.4، يبقى عشان تحولهم التيميت تمام، تضيف عليهم ايه او تضربهم في ايه، تضربهم في عدد الادوار، مش العمود ده شايل 5 ادوار يبقى تضربه في ايه، في ان عدد الادوار في ايه، في 1.1 عشان اخد وزن الاعمده في الاعتبار تمام. تمام خلاص انا الرياكشن جاي عندي اصلا على طول ايه التيميت، الرياكشن جاي على طول التيميت، لان انا واخد من القيم ديت من الشير، والشير كان عندي ايه التيميت خلاص إيه، جايبه من الاحمال الالت. يبقى خلاص المفروض بقى ايه، المفروض خلاص ان ده الت، يبقى نقول الار في ايه، في ان في 1.1 خلاص يا هندسه. تمام يبقى ادي الار اهوت في 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 ان اللي هو 5 ادوار في 1.1 هيساوي ايه 44 من 100 في الاف سي داش 20 في الاريا كونكريت زائد 52 من 1000 في الاف يلد اللي هو 360 في الاريا ستيل اللي احنا هناخدها كام، 1% من الاريا كونكريت، طلعت لنا الاريا كونكريت بالرقم ده. طب الاريا كونكريت كانت تساوي ايه، كانت تساوي البي في التي، هنروح نفرض البي وليكن 250 مللي اللي هو 25 سنتي تمام، ومعايا الاريا كونكريت، يعني هنقسم الاريا كونكريت على البي، طلع لنا التي بكام، ب 123 ايه مللي متر مربع تمام. هناخده ايه، هناخده مينيمم 25 برضو، يبقى العمود عندي 25 سنتي في 25 سنتي اللي هي 250 ايه مللي في 250 مللي تمام. وبعد كده نروح نحسب الاريا ستيل بتاعه القطاع، هناخده 1% طبعا من الاريا ستيل تشوزن الاخيره تمام، طلعت 6.12 تمام. بنفس الطريقه يا هندسه هنروح نجيب ايه الرياكشن بتاع جروب 2 اللي هو 128.28، نفس الكلام يا هندسه، طلع عندنا البي بي البي طبعا فرضناه 250، طلع عندنا التي 264 مللي، فهنقربها يا هندسه فهناخده ايه 300، يبقى العمود الثاني هيبقى 250 مللي في 300 اللي هو 25 سم في 30 سم تمام. والاريا ستيل هناخده 1% من 250 في 300 يطلع لنا 750 مللي، يعني 8.12. بنفس الطريقه يا هندسه هنروح نحسب ايه، ادي ار 3 هنروح نصمم العمود تمام. طلع عندنا 250 في كام، التي طلعت عندنا لما قسمنا الاريا كونكريت على البي طلعت عندنا 610، هنقربها لاقرب 50 يبقى ايه، يبقى التيم ب 650. نجيب الاريا ستيل 1% من القطاع طلع ايه 6 فاي 10 فاي 16، يبقى انا كده يا هندسه عندي 3 اعمده تمام، سي 1 وسي 2 وسي 3 تمام. تمام سي 1 طبعا تقول القطاع بتاعه كام، 25 او 250 في 250، وده 250 في كام؟ في 300، وده 250 في كام؟ 650، وده تسليحه كان 6.12، وده تسليحه كان 8.12، وده تسليحه كان ايه؟ 10 طلع 10.16، خلاص يا هندسة؟ وتعمل الجدول بالشكل ده، كده احنا خلصنا تصميم